شعت شموس الهدي بالكلمات فانارت الافهام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وال محمد. الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الإمام الرضا صلوات الله عليه. هو الإمام الرؤوف وفاطمة المعصومة هي كريمة أهل البيت نسأل الله سبحانه وتعالى أن تشملكم وتشملنا رافتهم وكرمهم في الدنيا والاخره ثلاث كلمات الكلمه الاولى التقوى من الله ما هو معنى التقوى التقوى في كلمة واحدة ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك الله تعالى نهانا عن الغيبة لا نكون في مكان يؤكل فيه لحم اخينا المؤمن الله تعالى نهانا عن النظر الى الاجنبيات لا يرانا الله سبحانه وتعالى ونحن ننظر الى فتاه اجنبيه لا تحل لنا ان لا يفقدك الله حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك هل هذا الشيء ممكن هذه امنيتنا كل واحد منا يحب أن يكون متقيا، حتى الذي لا تقوى له يحب المتقي، ينظر بإكبار إلى المتقين، كل واحد منا يحب في يوم من الأيام أن يكون متقيا، هل هذا شيء ممكن؟ أن لا يفعل العبد ذنبا واحدا، وأن لا يترك واجبا واحدا، هذا ممكن؟ العلماء يقولون: أدل دليل على الإمكان الوقوع في الخارج. هنالك افراد مثلنا هؤلاء لم يذنبوا، هنالك قضية تنقل عن الشريف الرضي والشريف المرتضى، كان عندهم ميراث من ابوهم، وهذا الميراث ما كان يمكن تقسيمه فإما ان يعطى للرضي، واما ان يعطى للمرتضى. الشريف المرتضى قال: هذا الميراث لمن لم يذنب في حياته ذنبا واحدا ابدا. شنو معنى هذا الكلام؟ يعني الشريف المرتضى لم يذنب حتى ذنب واحد في حياته هذا مو حجة علينا يوم القيامة لعلنا في اليوم الواحد بعضنا البعيدين لعلنا في اليوم الواحد نرتكب عشرات الذنوب والعياذ بالله الشريف المرتضى لم يفعل ولا ذنبا واحدا. الشريف الرضي قال له: هذا الميراث لمن لم يفكر في حياته في ذنب ابدا. يعني انا مو فقط ما اذنبت وانما حتى ما فكرت في الذنب. <applause> فقال الشريف المرتضى المال لك المال كتاب كان أو شيء آخر يوم القيامة يجيبون الشريف المرتضى الذي لم يذن ويجيبون الشريف الرضي اللي ما فكر في الذنب ويجيبون إلنا الكلمة الأولى التقوى من الله إذا واحد في ذمة أشياء حقوق لله تعالى حقوق للمجتمع الآن ممكن بعدين ما يمكن أحد علمائنا رأى في عالم الرؤيا الشيخ البهائي الشيخ البهائي معروف فقال الشيخ البهائي لهذا العالم لماذا لا تكتب كتابا في فضائل اهل البيت او في شرح احاديث اهل البيت هذا العالم كان تلميذ الشيخ البهائي، فقال له شيخنا: هذا شغلك مو شغلي، انت اعلم مني، انت اقدر مني، انت اولى مني، هذا شغلك، الشيخ البهائي في ذاك الوقت كان قد توفي. فقال له الشيخ البهائي أما أنا فقد انقضى أجلي أنا انتهيت بعد ما أتمكن إحنا كلنا كلنا ما بيتعارف هذا اللحظة في لحظة واحدة ننتهي مرة واحدة والعياذ بالله واحد يموت بجلطة في الموت وينتهي بجلطه في القلب وينتهي انك ميت وانهم ميتون الان ما دمنا في هذه الحياه نتمكن ندارك اذا شاب في ايام شبابه فاتته فرائض الان يقضي اذا واحد عليه حقوق الله تعالى او حقوق المجتمع الله تعالى مي يترك حق المجتمع حق المجتمع الله لا يتركه عندنا في الاحاديث يوم القيامه يؤتى بالشات القرناء والشات الجماء إذا شات قرناء نطحت شاتا جماء لا قرون لها ظلما الله حتى هذا الظلم لا يتركه يؤتى بالشات الجماء وتنبت لها قرون فتنطح الشات القرناء اذا واحد في ذمته حقوق لله تعالى حقوق للمجتمع بعض الافراد ظلموا زوجته بعض الافراد مهر زوجته ما معطي الان وقته واحد بالليل عندما ينام ينام مرتاح البال والضمير لان المؤمن وجدانه يأنبه، لماذا عملت هذا العمل؟ اما اذا أديتم ما عليكم، أدينا ما علينا، ننام بالليل المرتاحين هذه هي الكلمة الأولى، التقوى من الله. الكلمة الثانية، جمع الكلمة. حتى إذا اكو هنالك اختلاف في الأذواق، الاختلاف في الأذواق طبيعة البشر، حتى أخوان توأمان في بيت واحد من أب واحد وأم واحدة قد يختلفان، هذه طبيعة البشر، ولكن الآن مو وقت اعمال الاختلافات الذوقيه اذا اهل الدار اختلفوا فيما بينهم ما هي النتيجه الحراميه يجون وياخذون ما في الدار الان العراق محل اطماع الطامعين من كل مكان وبكل الاتجاهات، إذا المؤمنون ما اتفقوا بالذات في هذه الأيام التي هي أيام مهمة، هذا الشهر الذي هو شهر مهم، إذا المؤمنون ما اتفقوا واختلفوا بالنتيجة الأعداء يأتون ويكررون التجربة الماضية الآن العراق ثمانين عام أنتوا آباءكم أجدادكم آباءنا أجدادنا كلهم كانوا يعانون على أثر عدم اتفاق الكلمة الكلمة الثانية جمع الكلمة الكلمة الثالثة: جمع الشباب. الشباب طاقة هائلة. إذا أنتم المتدينين ما جمعتوا هؤلاء الشباب، هذه الهيئة التي عندكم إن شاء الله من أفضل الأعمال المقربة إلى الله تعالى. هذه طريقة من طرق جمع الشباب حول الدين، حول الايمان، اذا المتدينون ما جمعوا شبابهم يكونون عرضة للانحرافات الفكرية والعملية. الشاب يحتاج الى هيئه الشاب يحتاج الى عمل من الذي يعطيه العمل المتدين الشاب يحتاج الى زواج الشاب الذي لم يتزوج هذا خطر على المجتمع أكو هنالك قلة متدينة تتمكن أن تقاوم ولكن كثير لا يتمكن فمن الذي يعطي للشاب العمل أنتم من الذي يزوج الشباب والفتيات أنتم من الذي يجمع طاقات الشباب حتى لا يكونوا طعمه للاجانب انتم الشاب اذا ما جمع هذا بعض يظنون انه يكون خطر على الاخره فقط هذا خطر على الاخره وخطر على هذه الدنيا، الشاب اللي ما عنده دين، اللي ما عنده ايمان، عمق الايمان، مو مظاهر الايمان، الشاب المتدين لا يظلم النمله، مولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه يقول اذا الأقاليم تعطى لي بما تحت أفلاكها، على أنه جلب أو جلب شعيرة في فم نملة، آخذها ما أفعل، الشاب المتدين لا يظلم في نملة، لا يخون في درهم واحد اما اذا شاب ما عنده ايمان هذا عنده رادع هذا عنده مانع ما عنده مانع يرتكب اية جريمه والعياذ بالله ويفعل كل خيانه فاذا الشاب اذا ما بذرنا في قلبه عمق الايمان يعني حقيقه يخاف من الله حقيقه يخاف من اليوم الاخر هذا يدمر ذاته يدمر عائلته يدمر المجتمع قبل فتره يمكن قبل اربعه اشهر انا كنت في طهران مع احد الاخوة فمررنا على مكان قال لي هذا الرجل اللي كان معي شوف الى هذا البيت كان هنالك بيت في مرتفع قال هذا البيت له قضية والقضية انه مالك هذا البيت احد الاثرياء وعنده مئات الألوف من الأمتار أراضي عنده، مئات الألوف من الأمتار، أراضي كبيرة، وهذا الرجل الثري له ولد وحيد لكن هذا الابن الأب ما رباه تربية دينية، في يوم من الأيام هذا الابن يذهب إلى الطبيب، يقول للطبيب: أنا أعطيك خمسين مليون تومان لقاء عمل واحد وهذا العمل أن تقتل أبي في طعامه تخلي مادة سمية تقتل خمسين مليون توما الابن اللي ما عنده إيمان عمق الإيمان إلى مانع يقتل أبوه لا ما عنده مانع إلى مانع يخون عائلته ما عنده مانع اذا واحد ما يخاف من الله يجب ان نخاف منه الطبيب ام كان عنده كما يبدو نوع من الوجدان والضمير اجا الى الاب واخبره بالقضيه الاب تاثر وحرم ولده من جميع ميراثه حرمان الأراضي اللي عنده بعد موته تنتقل إلى ابنه. الإبن أراد أن يتعجل في هذا الميراث. تعجل. فوقف هذا الأب كل هذه الأراضي واقف. وقف شرعي. بعد موته هذا ابنه لا ينال ولا شبر واحد من هذه الأراضي. وأكو هنالك قضية أخرى مطولة الآن ما أذكرها ولكن إجمالها أن ابن كان يريد من أبيه مال الأب كان يقول هذا المال مو مالي هذا أمانة وديعة ما أتمكن أعطيك الابن ألح عليه ألح عليه في يوم من الأيام الأب كان قد عاد من صلاة الفجر الابن اجى أمامه قال له تعطي المال او ما تعطي قال قلت لك مو مالي هذا المال هاي امانة هاي وديعة فاخرج خنجرا او شب خنجر من جيبه قال لو تعطيني هذا المال لو اذبحك الان الاب ظن انه هذا يشاقوي فقال تعال اذبحني فجاء الإبن ووضع الخنجر او شبه الخنجر على رقبه الاب وذبحه هذه القضية اتفقت في إحدى البلاد الإسلامية ما أذكر الإبن اللي ما عنده إيمان ما عنده مانع يفعل أي جناية فإذا في الواقع احنا جمعنا شبابنا، الجمع في الهيئات، هذه الهيئة المباركة اللي عندكم، جمعناهم بإعطائهم العمل، جمعناهم بتشغيلهم، جمعناهم وحفظناهم بتزويجهم، نحفظ ونضمن اخرتنا ودنيانا. الايمان ضمانة الاخره والدنيا. كان واحد اريد ان ابين لكم الفرق بين شاب متدين مؤمن وشاب غير متدين اكو احد العلماء عالم من العلماء وله كتاب ضخم يثير العجب هذا الكتاب انه كيف فرد واحد ألف هذا الكتاب الضخم هذا العمل مو عمل فرد واحد، عمل لجنة، عمل مجموعة، ولكن الله تعالى وفق هذا الرجل فألف هذا الكتاب الضخم في مجلدات كثيرة قالوا له: كيف بلغت هذا المقام؟ قال: في الواقع ببركة مداراتي لوالدتي الأم. قالوا له: وكيف؟ قال: كان عندي أم، هذه الأم كانت شديدة وعنيفة وخشنة وانا كنت اقوم بجميع حاجاتها بدون ابطاء وكانت تقابلني مع ذلك بالشده والخشونه في ليله من الليالي البارده الام كانت نايمه وانا كنت في غرفتها قامت كانت عطشانه فنادتني وقالت روح جيب لي ماي يقول أنا بادرت وذهبت وجئت بالماء لها فهي كأنه استبطأتني قالت ليش أبطأت؟ ليش تعطلت؟ وأخذت هذا الماء في تلك الليلة الباردة وأراقته علي، صبت الماء علي، وأنا لم أقل لها شيئا، واعتذرت منها مع أنه الحق كان معي لا معها، قال في تلك اللحظة شعرت أن أبواب الملكوت انفتحت على قلبي وشفت أنه أنا دخلت في عالم آخر هذا ابن وذاك ابن اللي يتفق مع الطبيب أن يقتل والده هذه الحالة يخلقها الإيمان الكلمه الاولى التقوى من الله الكلمه الثانيه جمع الكلمه الكلمه الثالثه العنايه بالشباب ان شاء الله تعالى هذه زيارتكم مقبوله عند الامام الرضا وعند كريمة أهل البيت وإن شاء الله تعودون إلى أوطانكم سالمين غانمين بحوائج مقضية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على العراق بالأمن والأمان وجوامع خير الدنيا والآخرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام 悲。